كنت توتر يعني أعصاب شبيك فمتعاركة وغلطات عليها بالقاعة هي مو راقصة أو صار نقاش بيناتهم بعد الله أعلم يعني شلون واقعة هي أحد موقعها كل شي صار من ضمن المعلومات اللي عرفتها انه هي بنية عمرها 17 سنة وهذا قادني للتساؤل مع انه بنية ايوه. على اماكن للأسف هنا دور الاهل من البداية المعلومة اللي بعدها انه هي على اساس بنية انفصلت عن زوجها وعدها اطفال بنيتين وولد منو بيكم يتذكر هذا المقطع من المادة نعم الفيديو اللي مروى القيسي طش قبل سنتين بالتيك توك وحتى طشش هاي الاغنية هسا لما نتوفى ترجع المقطع طش من جديد لان اكتشفنا هو الها الفيديو شوفوا هذا المبنى مبنى ما شاء الله من ما ادري كم دور تقريبا احنا في الدور كم؟ تاسع تاسع في الدور التاسع لاحظت انه موجود شبك هنا في منتصف الارتفاع لاحظوا في شبك في منتصف الارتفاع فسالت زميلي على المهندسين فكلمني انه هذا عشان كثير من الدور التاسع الف مبروك لقناه مطبخ مريم اللي فازت ويانا بحلقه الدعم لهذا اليوم قناه خرافيه تلقى بها جميع انواع الاكلات العربيه والعراقيه يعني اذا انت بنيه من زوجة جديد وتتعلمين الطبخ مستحيل من زوجك تدخل على هالقناه راح تعلمين الدومه والبرياني والكباب والكنتاكي وكل انواع الاكل والحلا بطرق كل سهلة مختصرة شرح خرافي وقناه بتصوير جوده رهيبه اشتركوا بيها وكتبوا من طرف المميز واللي راح واللي راح يشترك او يكتب لها من طرف المميز راح يفوز ويانا بدعم، قناتها موجود بالتعليق المثبت، وحساب الانستغرام ايضا موجود بالتعليق المثبت، بعد ما تشترك تعال على الانستغرام راح تفوز ويانا بالدعم. اما الاخبار اللي انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ان اكو شخص لزموه هو هذا اللي سوى بيها فهالمعلومه المعلومه غير حقيقه وغير دقيقه لان بحثت ودققت لحد الان ما نعرف هل هي شمرات نفسها ام هذا شخص فعلا اكو حقيقه سوى بيها بس مجرد صوره انتشرت وما زلت مستمر بدعم القنوات الصغيره اذا كانت قناتك صغيره وتريد تصعدها على المشاهد والاشتراكات ممكن تكون لك مصدر رزق وتحقق منها ارباح ما عليه غير انه طبق الشروط اللي هي تشترك بالقناه اللي خليك يا بتعليق مثبت وتكتب لها من طرف المميز وتجيني على حساب الانستغرام اللي ايضا حاط لك مثبت وهناك اشرح لك الطريقه شلون نصعد قناتك وشلون نسوي لك اعلان موبايل فروح اشترك بالقناه وتعال على الانستغرام